حين أعود لزيارتكم في المرة المقبلة أريد أن أرى صلاح الدين يسابق أخويه وأباه ويلتقط المنديل من العصا ويفرغ يديه من زمام جواده دون أن يختل توازنه. أتسمع هذا أيها الفتى؟ إن كان سيتقن كل هذا في غيبتك معنى ذلك أنها ستطول. ولماذا تطول؟ لا يحتاج إلى أكثر من شهر ليتمكن من ذلك، أليس كذلك أيها الفتى؟ إذا لم يتقنها في مثل هذا الوقت فلضعف المعلم للمتعلم. تذكر أيها الفتى، لقد ولدت على ظهر مطية، من يد القابلة إلى المطية، وكدت تهلكنا معك. كدنا نراك وجه شؤم في ذلك الحين، ثم عرفنا أنك كنت وجه فأل حسن، فلولا خروجنا من شمال سوريا لما كنا الآن هنا. أبوك حاكم بعلبك وعمك قائد العساكر عند الأتابك المنصور. لماذا لا تطيل إقامتك عندنا؟ لا يحسن أن أتأخر عن الأتابك، لم يأذن لي بالزيارة إلا على شرط الوقت، يجب أن نفرغ من حسن جعبر. لا أستطيع أن أفهم كيف يفكر بعض الرجال، هل يعتقد علي بن مالك صاحب جعبر حقا أن الأتابك يعجز عن حصنه؟ الرجل الذي أعجز الفرنجة ووحد البلاد كلها وفتح الرها يعجز عن حصن صغير لأمير صغير يأبى أن يكون تابعا لزنكي؟ هل يساوي نفسه بحاكم دمشق معين الدين أنر؟ وهل يساوي حصنه بدمشق وجيش دمشق؟ أيوة أحمق هذا. إذا غلبت الشهوة ذهب العقل، وليس كشهوة الحكم شهوة. نعم، لكن يكاد لا يبرأ منها أحد. لكن الرجل الجدير بالحكم يعرف متى يقدم ومتى يهجم، ولا أمل للرجل أمام الأتابك. ليتنه مثل عقلك فيريح ويستريح، ولكنه شقي. أحياناً أتصور حالنا مع الأقدار كحال راكب السفينة التي يقودها غيره، له أن يتمشى فيها إلى الأمام وإلى الخلف، إلى يمينه وإلى شماله، ولكن هذا كله لا يغير وجهة السفينة. نعم، عمي أسد الدين، لقد أحببته منذ وعيت على الدنيا كما لم أحب أحدا قط، وكان أول من رأى في مستقبلا لم يره بي أبي ولا إخوتي ولا حتى أنا نفسي. كنا مثال الرفيقين المفارقين، نفترق فيما يجمعنا ونجتمع فيما يفرقنا. أنا أكتم ما في نفسي وهو يفيض بما في نفسه. أنا أقبل على الدنيا بحذر، أما هو فيعبها عبا. أنا أقدر ثم أقدم، أما هو فيقدم ثم يقيم عمله. أنا أنظر في بواطن الأشياء وفيما وراءها، وهو يثق بما يسمع ويرى ويلمس ويتذوق. أنا أتحرى الفارق بين نوازع النفس وغاياتها، وبين غايات الأمة التي ولانا الله أمرها، أما هو فلا يعرض له الأمر. لقد كان مثال المقاتل العظيم الذي لا يجد وقتا للسؤال. لعل هذه الفروق هي التي وحدت بيننا، كأن أحدنا كان يجد في الآخر ما يحب أن يستكمل نفسه به، فكنا واحدا في نصفين كحال اليوم، لا يكتمل إلا بنهاره وليله.
مرملة مكسورة مقبلة على وجهك يا ولدي. أبشري يا عم أبشري. تفضلي تفضلي ادخلي. توفي زوجي عني رحمه الله. رحمه الله. ولم يترك لي غير ابنتي وغرفة نعيش فيها، وله في حانوت أخيه حصة صغيرة، فلما قدر الله وفاته أنكر أخوه حقنا في مال زوجي، وهو الآن يريد أن يخرجنا من البيت ليكريه، وهو ذو مال كثير. وقد دلني الناس عليك وذكروا نخوتك ومروءتك، وقالوا لن يرد عليك حقك غير الأحداث. ولماذا لم تذهب إلى القاضي؟ لم يكتب زوجي رحمه الله كتابا بينه وبين أخيه لأثبت به حقي وحق ابنتي المسكينة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا عليك يا عم، دليني على اسم الرجل ومكانه. اهلا وسهلا. قماشة ممتازة وصلتني حديثا، تدفئ في البرد وتقي في الحر. ما شاء الله ما شاء الله، دافئة في البرد وباردة في الحر، يعني انها من الجنة. اي والله هذه صفة الجنة، لا يذوقون فيها شمسا ولا زمهريرا. ظريف ظريف والله. والان ماذا يطلب السادة؟ من السادة؟ لا ارى سادة هنا. أنتم سادة؟ نحن من الأحداث يا رجل، ألا تميزهم؟ انظر، سروال الفتوة، حزامها والخنجر. والآن أيها الفتيان، ذنوا لي، فعندي عملي وتجارتي. ليس من اللائق أن تدير ظهرك لأحداث دمشق وهم يحدثوك ولم يعلموك الأدب. أطلقني، ماذا تريد؟ أنا أخرج الزكاة، اسأل عني. من مالك؟ أم من مال الأرملة واليتيمة اللتين خلفهما أخوك المرحوم؟ أما علمت أن شرط الزكاة أن تخرج من المال الحلال؟ إذن هي التي شكتني إليك، إن كان لها حق فلما لا تشكو إلى القاضي؟ لأن الذي استودعك أهله وماله قبل أن يموت لم يكن يعلم أنك كذاب وخائن، فلم يكتب بينك وبينه بحقه. اتركني وإلا صحت بالشرطة. هيا صح لكي يعرف أهل السوق أنك كذاب وخائن، تأكل أموال الأرامل واليتامى، فكيف تفعل إذن بمن تعاملهم بالبيع والشراء؟ ولا ننصت جيدا. قدرنا حانوتك هذا بعشرة آلاف درهم لأخيك منه العشر، تأخذ حقك فيه كما شرع الله وترد الباقي على زوج أخيك غدا. ماذا قلت؟ غدا وإلا لن تكون زيارتنا القادمة بهذا اللطف. وجذبني من ثوبه، انظر كأن قبضته من حديد. اصمت، قد سمعته. كذاب يا سيدي، كذاب غشاش وكذاب. إنما كنت ناصحا له أن يتقي الله في عمله فلا يأكل المال الباطل فيكون سحتا في بطنه. وما أن حدث أم واعظ أم فقيه، ما شاء الله. وهل يقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الوعاظ والفقهاء يا سيدي؟ ألم نؤمر جميعاً؟ ثم إن كنت قد هددته وعنفته كما يقول، فأين الشهود؟ غداً أتي بالشهود أمام القاضي. نعم غداً، لقد رآه كل الناس. وهل تحسبه أن البلاد بلا شرطة يؤمنون الناس من أمثالك؟ أدام الله لنا عز السلطان وشرطته. وهل تحسب أنت أن شرطة البلاد يفوتهم هذا النفاق المكرور المبجوج؟ اصمتا، تقيم عندنا الليلة وغداً نعرضك معه على القاضي، وأن ائتي بشهودك غدا. سيدنا الشيخ هنا؟ أنت ال... نعم يا سيدي، أنا مراد.
فماذا جاء بك إلى هنا؟ التي جاء بسيدنا الشيخ. قد يجمع الحبس بين التقي والشقي. على رسلك يا سيدي الشيخ، على رسلك. وتتفصح أيضا فصاحة العلماء. نتلقط من أثاركم يا سيدي. لا والله، لا والله، ما جاءت بي قبيحة يكرهها الله وتنكرها علي، وما هذا بخلق الأحداث يا سيدي. ولكن ما الذي جاء بك أنت إلى هنا؟ خطبة خطبتها في واحد من المساجد. خطبة تورد صاحبها السجن؟ حملت فيها على عزف السلاطين، بأسهم على رعاياهم وقعودهم عن الجهاد وموادعتهم للعدو، وما شاع عنهم من القبائح والمنكرات، خمرة ونساء و... أتضحك على ما نحن فيه؟ أعني الحبس، الحبس للرجال يا سيدي. وما ينبغي أن يكون لغير اللصوص والزعر والدعار، ولكنه آخر الزمان. ألا يخشون الله في هذه الشيبة؟ لو كانوا يخشون الله لكنا في حال غير هذه الحال، ولكن أصح أمر الناس جميعا، فماذا يبقى من عملي ومن عملك؟ لماذا تصر على أن تجمع بين عملي وعملك؟ أنا شيخ واعظ. ونعم الموعظة. الحض على الجهاد وإنكار القبائح، أي بأس في هذا؟ هل سميت أحدا باسمه حتى تقبض عليك؟ لا، ولكن المذنب يعرف حاله، قاتلهم الله. يريدون أن أنصرف في الخطب والمواعظ عن أمور الأمة وخطوبها، لا يرضيهم منا الكلام إلا في أحكام الطهارة والحيض والنفاس، كأن هذا هو كل الدين. الدنيا قائمة قاعدة، والناس يتحرقون للجهاد، وأنا واقف على المنبر أعلم الرجال أحكام الطهارة والحيض والنفاس. وكلهم بعد رجال، هل يلامون لو فتكوا بي في تلك الحال؟ ماذا يبقى من هيبة العلم والعلماء؟ الناس يفتكون بك إذا انشغلت بحديث الحيض والنفاس عن حديث الجهاد، والسلطان، السلطان يفتك بك إذا انشغلت بحديث الجهاد وتقاعس الحكام. فإذا كنت مفتوكا بك على أي الوجهين، فالأولى قول الحق وإبراء الذمة عند الله. صدقت، صدقت أيها الفتى. هل تعرف؟ لا بأس بك، لا بأس بك، تعرف كيف تقول كلاما حسنا موزونا. وأنت يا سيدي تعرف كيف تضحك. أستغفر الله، أستغفر الله. تفضلوا، أهلا وسهلا. تفضلوا، تفضلوا، أهلا وسهلا. حرير، أجمل الألوان، أفضل الأنواع. تفضلوا، أهلا وسهلا. وصل منذ يومين فقط، حرير من أجمل الألوان. رأيت شكواك، هل أحضرت شهودك؟ لا داعي لذلك يا سيدي. كيف تقنعني؟ البينة على من ادعى. قد أسقطت دعواي يا سيدي. هل هددك أحد؟ كيف سقط دعواك؟ أبدا أبدا يا سيدي، ولكني رويت في الأمر هذا الصباح، فرأيت أن العفو أولى والصلح سيد الأحكام. وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هيا أخرجا الآن. وماذا عن حقي يا سيدي القاضي؟ لقد ابتلاني يا سيدي هذا الرجل بدعوى كاذبة قضيت بسببها ليلة كاملة في السجن. والله أعلم يا سيدي كيف قضت أمي المسكينة ليلتها هذه. هل تريد أن تشكو؟ أقول لك يا سيدي، لقد صدق الرجل في واحدة فقط، العفو، العفو أولى. سامحه الله، سامحك الله يا أبا الحسن، بإذنك سيدي. تفضلي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. حماك الله يا ولدي من كل سوء، وفرج الله عنك كما فرجت علينا. هذه الحلوى صنعتها بيدي لك ولهذه السيدة الطيبة. لماذا تكلفت هذا يا زينب؟ أم علي رحمه الله مات ابن عامين. رد عليك حقك يا أم علي؟ أجل، رده كله وترك لي البيت، وقال أخبري مرادا والأحداث أن يرد علي تجارتي
كما رددت عليك حقك. كاد يبكي وهو يتوسل ويناشدني الله، يقول خرب بيته وامتنع الناس عن حانوته. إنما أردنا الحق لا قطع الأرزاق. تفضلي يا عمة، تفضلي. زنكي زنكي، لا يكل ولا يمل، لا ينام ولا يترك أحدا ينام. أرى أن لا نعجل عليهم بالمجانيق وآلات النقب والحصار، ولكن نصبر عليهم أياما، فقد علموا مثل ما علمنا أنه لا قبل لهم بنا، فلا بد أن يسلموا في آخر الأمر، وهم قومنا على أي حال. علي بن مالك هذا رجل عنيد، ومن الواضح أنه لا يقدر الأمور بأقدارها، وإلا فلماذا يطيل على نفسه وعلينا وهو يعلم المصير؟ لقد كان بيني وبين الرجل صحبة، أفلا يأذن لي الأمير أن أخرج فأكلمه؟ أريد أن أكلم الأمير علي. ما وراءك؟ أنصحك للصحبة التي كانت بيننا. ما لي حاجة للنصيحة الآن، ولكن انصح صاحبك أن يرجع عنا. الفرنجة أحق بسيفه. وهل الفرنجة أحق منه بهذا الحصن؟ لا أرى هنا فرنجة. ولكنك ستراهم إن لم يأخذوا زنكي. هل يسرك أن يصير الحصن إليهم فيغير منه علينا؟ لا يسرني أن يأخذه أحد، فهو لي، لا لزنكي ولا للفرنجة. حتى اللحظة لا أنزل عنه طوعاً. أيها الأمير علي، نشدتك الله أن تروي في الأمر وتحكم الرأي، والرأي أن تسلم، وإلا إن أخذها بالسيف أجرى ما لا تقدر على دفعه. وبعد هذا ماذا تنتظر؟ أنتظر الفرج من الله تعالى. لكم إن الرجل عنيد، ومع ذلك نصبر أياما حتى نعذر إلى الله. ما بك؟ لما ينتهي اللعب بعد؟ اعذرني يا أبتي، لقد أدركني النعاس. إنما تحتج بالنعاس لتنجو من الهزيمة. إذن لي يا أبتي. لك الإذن. الشباب لا يقدرون على السهر، والكهول يصبرون. أنت من دون الخلق يا أبي لا حاجة لك بالتأسف على الشباب، فهو لا يفارقك. إذن لا يحق لي أن أقول كما قال النابغة الذبياني: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. الشباب يا سيدي معنى في النفس فيظهر في الجوارح، فما يزال الشاب شابا حتى يقول اكتهلت فيظهر عليه. شيرغو ليس فارسا فذا فحسب، بل هو حكيم أيضا. ما بالكم قد تفشت فيكم عدوى التثاؤب والنعاس؟ أنا لا أنهض عن أمر قبل أن أكمله. أنت يا أسد الدين، ما دمت تعرف كل هذه الحكمة عن الشباب فتعال وأكمل عن نور الدين. أما أنتم فانطلقوا الآن، لأنه لا خير فيكم ولنا في الصباح رباح. طاب ليل الأمير. هيا أرني ماذا تفعل بحصانك. إياك وأن تتراخى في اللعب حرجا من أميرك، فأنا لا أحب أن أغلب إلا بحق الغلبة.
وإن كنت لا أحب من يغلبني أقدره، ولكنني لا أحبه. أحب إلي أن يهابني أعدائي، وأن يقدرني أحبابي وأصحابي على أن يحبوني مع رفع المهابة والتقدير. ألا ترى هذا يا أسد الدين؟ الرأي ما يرى الأمير أيده الله. ها أنت توافقني هيبة لا على الحقيقة. إنما أمازحك. للأمير عندي واجب الإجلال وحق المحبة، أطال الله عمر الأمير. أرقدا، لن أحتاجكم حتى الصباح. ليلة جميلة، يكاد المرء يضن بالنوم فيها، ولكن النوم سلطان على السلطان. أين الخادم؟ بين يديك يا سيدي. كيف تترك المكان قبل عودة مولاك؟ ألا تقعد حتى يعود؟ العفو يا سيدي، حاجة ألمت بي. قد كثر اعتذارك يا برنقش، وهذه علامة سوء، فلا يكثر الاعتذار إلا لكثرة الأخطاء. العفو يا مولاي. صب لي كأسا من الشراب. نوما هنيئا يا سيدي. أتشرب من كأسي أيها التعس؟ أبلغ بك الأمر أن تشرب من كأسي؟ ألم أحذرك قبل الآن أنني لأغفر الخطأ مرتين؟ العفو يا سيدي، لقد غلبني العطش ولم أشأ أن أخرج بغير إذنك. لا عفو أيها التعس، لقد تجاوزت حدك واستنفدت حظك، فوجبت العقوبة. غدا إذا جاء الصباح ستعمد الليل. عد إلى مكانك، هيا. إياك وأن تعود لمثلها أبداً، فأنا لا أغفر الخطأ مرتين. هل سمعت؟ غداً إذا جاء الصباح ستعمد الليل.
شيلوني شيلوني، لقد قتلت الأتابك، قتلت السلطان زنكي، شيلوني. هذا هو الخنجر الذي طعنته به، شيلوني، لقد أرحتكم منه. شيلوه لنرى أمره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ ولله ما أعطى. أحسن الله عزاءك وعزاءنا وعزاء المسلمين يا سيدي. على عظم مصيبتي يا سيدي، لا يحسن بنا البقاء هنا ساعة واحدة، فلا يلبث الخبر أن يسري سريان النار في الهشيم فيعظم الخطر. والرأي يا سيدي أن نمضي الآن إلى حلب. أقدر أن هذا ما يريده الملك الشهيد. سيدي الأمير. لا أدري إن كان يجب أن أشكر قاتله أم ألعنه، لأنه فوت علي أن أقتله بسيفه، ولكن على كل حال قد مات. أما نحن أيها السادة فلم نزل أحياء، ولن نجد فرصة أفضل من هذه لاستعادة الروح. يجب أن نتحرك بسرعة قبل أن يفيق حاكم حلب الجديد من هول صدمة. وقد بلغني أنه لا يملك قدرة أبيه في إدارة شؤون الحرب. إنما جمعتكم لأبين لكم سياستي وأسمع منكم النصح والمشورة، فأنتم أهل الحل والعقد، فمن وافقت سياستي هواه لزمني ما شاء الله، ومن رغب عنها فارقني إلى غيري وهو على الخيار من أمره. أما ما كان عليه الملك الشهيد زنكي رحمه الله من طلب العدو وبذل النفس فيه فنمضي فيه قدما إلى غايته، وغايته بيت المقدس وتحرير الساحل من الفرنجة، فلا يبقى فيها فرنجي إلا من جاء حاجا مستأمنا، فلا والله لا نرده. ولا تصح عنا هذه الغاية إلا بشرطين، أما الأول فهو العدل في الناس وإصلاح حالهم، وأما الثاني فهو وحدة الأمة واجتماع كلمتها. أما العدل في الناس فيكون برفع المغارم والمكوس إلا ما يقدرون عليه. إنما زادت المكوس لحاجة الجهاد وتجهيز الجيوش. ذلك لأننا كنا إذا احتجنا للزيادة استوفيناها من نفقة الناس، ولم نشأ أن ننقص من نفقة دورنا وحاشيتنا، فالآن نستوفي الزيادة من نفقتنا ونفقة أمرائنا، فلا تضر الرعية ولا تنقص الخزنة بل تزيد. وعلى هذا نرسم من الآن برفع المكوس المستحدثة. أما وحدة الأمة فمطلب عزيز لا نتحول عنه، ولكننا لا نطلبه بالسيف، فنغر النفوس ونبعث الأحقاد ونلجئ اليائس للاحتماء بالعدو، ولكننا نلجأ للسياسة والملاينة ونحتكم إلى الأمة باستباق الخيرات.
فإن رأوا العدل فيما تحت أيدينا من البلاد ورأوا سبقنا في الجهاد انحازوا إلينا وطالبوا أمراءهم بمثله، فإن فعلوا فهذا هو المراد، وإن لم يفعلوا أقاموا عليهم الحجة. هذه خطتي وهذه حالي، أقيم عليها حتى يستوفي الله أجلي، وعلى هذا أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدكم، فقولوا نسمع. كفيت ووفيت يا محمود، نقيم على هذا معك ما أقمت عليه، فإن تغيرت تغيرنا عليك، أليس كذلك أيها القوم؟ صحيح الله. احذر. إذا كانوا قومنا فلماذا يحاصرون مدينتنا ولماذا نتجهز لهم؟ لقد كانت معلبكو من أعمال دمشق قبل أن يأخذها الملك الشهيد زنكي لنقاتل منها الفرنجة، وهم يريدونها الآن، وواجبي أن أدافع عنها حتى يحكم الله بيننا بالحق والخير. فوالله لا أريد لهم السوء أكثر مما أريده لنفسي. إنهم كثر يا أبتي، ومعهم كل تلك المجانيق والآلات، ونحن في حامية صغيرة. ما أشبه الليلة بالبارحة، إلا أننا كنا هناك مع الملك الشهيد زنكي محاصر المدينة بجيش ضخم كهذا، وكانت حاميتهم هنا. انقلب الحال الآن، فهل ينتهي حصارهم لنا إلى ما انتهى إليه حصاركم لها مع زنكي في ذلك الوقت؟ ألم يأذن بقتل الحامية بعد تسليمها؟ ما الذي يمنع صاحب دمشق الآن من... ومن ذكر التسليم؟ لا أحد، ولكن النتيجة محققة إذا لم تصلنا النجدة من الأمير نور الدين في وقت قريب. لكل رجل صفاته. معين الدين أنر رجل لا تعوزه الحكمة ولا يستبد به الغضب، يخاصم بقدر ويصالح بقدر، ويقدم السياسة على السيف إذا وسعه ذلك، وهذا ما يجعلنا على مذهب واحد. حسب زهده ورفقه ضعفاً فطمعوا به، حتى إذا شهدوا بأسه وقوة عزيمته أدركوا أن الرحمة ليست ضد البأس، بل إن البأس سياج الرحمة إذا وضع كل منهما في موضعه. وإذا خلى الناس من الرحمة كانت بطشاً وظلماً، وإذا خلت الرحمة من البأس كانت تفريطاً وضعفاً. والزهد صنو الجهاد الحق. الإنسان إذا خلت نفسه من الدنيا أقبل على الجهاد إقبال من لا يخشى الموت. وهكذا كان نور الدين رحمه الله. وقد شاء الله تعالى أن تتصل سيرتك بسيرته، فلا ترجح إحداهما على الأخرى. لا ريب. على الرغم مما خالط آخر تلك الصلة من فتور وخلاف، هذه مسألة أخرى، لكنها لا تثلم الجوهر، وتذكرنا في آخر الأمر أننا بشر كغيرنا، نخطئ ونصيب، وقد نقف مواقف لا نعرف معها الخطأ من الصواب مهما طال بنا العمر. أين زنكي؟ أين زنكي الآن؟ هل سيطلع لي من الجحيم؟ انظر زنكي، هذه هي مدينتي، متتظن أنك ستأخذها إلى الأبد؟ ولكن عساكر المسلمين اعتصموا في القلعة، المدينة هي جزء الأسهل يا سيد. إلى متى ستصمد هذه القلعة؟ إلى متى؟ سنقتلهم جميعاً. يقول إن الماء يشك أن ينفد من المدينة، ويستشير فيما يفعل، أينتظر منا المدد والعون؟ أم يقاتل عن المدينة حتى آخر رجل فيها؟ أم لنا رأي آخر؟ وما الرأي الآخر؟ تعرف أخاك يلمح ولا يصرح على أن الحال يغني عن البيان،
فإن لم نرسل إليهم الماء والمدد فلا قبل لحامية المدينة بعسكر معين الدين، فإما أن يهلكوا دونها وإما أن يفاوضوا على التسليم. إذن ننجدهم يا سيدي. السلام على الأمير ومقدميه. الرهى، أدرك الرهى يا سيدي. جوسلين اللعين اجتاح المدينة على غفلة فقتل وأسر وسبى ونهب. أخذ القلعة؟ لا، لم ينل منها. الحامية اعتصمت فيها وتعاهدت ألا تسلم حتى يموت آخر رجل فيها. إن لم يأخذ القلعة فلم يأخذ المدينة حقا. أسد الدين، لا نبيت الليلة في حلب ولا نقف حتى نصل اللعين، ونرسل إلى الأمير الياغسياني بأن ينصرف عن قتال أمير أنطاكيا ويوافينا بعساكره عند الرها. فلنفهمهم أن والدي الشهيد زنكي رحمه الله وإن مات فإن الأمة لم تمت معه، وأنه لا مطمع لهم فينا بعد موته. وبعلبك، عد الآن إلى الأمير نجم الدين وأخبره أن يفاوض على تسليم بعلبك بأفضل الشروط الممكنة، فلا والله لا أنشغل بقتال قومنا عن الفرنجة. اسمع، ولا بأس عندي لو اشترط له إقطاعا في أعمال دمشق. امضي الآن. مولاي، ترضى أن يسحب نجم الدين صاحب دمشق فيكون في عمله؟ لا زال القوم خصومنا على كل حال. ولكن لن نكون خصومهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. معين الدين رجل حصيف، فإذا أمن منا صرفه همه معنا إلى قتال الفرنجة، وهذا هو الهدف. صدقت يا مولاي، ولكن أن يكون لنا بين أمراء دمشق صديق وفي مخلص مثل نجم الدين خير من أن يكون لنا عدو كاره، فذلك أحرى أن يصلح ما بيننا وبين إخواننا في دمشق. لا نملك العدد ولا العدة لاقتحام الخندق ونقب السور. لنا عليهم حليف أفضل من أمير أنطاكيا. الجوع إلى ما ستكفيهم الماء. المدينة لا تعني شيئا من دون القلعة. ألا تظن أني أعلم؟ فلماذا نقيم فيها بحق السماء؟ أمير حلب يزحف جيشه. ظني فيك يا نجم الدين، فما زلت أسمع عنك حتى ترجح عندي أنك رجل ذو عقل وحكمة. لم تقصر في حق الدفاع، ولكننا أكثر. قد علمت يا سيدي أن الأمير نور الدين محمودا قد جعل سياسته حقن دماء المسلمين، ولا يطلب إلا اجتماع الكلمة على الجهاد. على هذا نوافقه. وعلى ذلك يا سيدي، هل تقرر الآن قاعدة بيننا لتسليم المدينة؟ إن كنت تعني الأمانة لأهلها وجندها فوالله ما أردنا إلا استردادها، ولا نفعل كما فعل زنكي حين أخذها غفر الله له. وعلى ذلك نعطي عهد الله ونقسم على مصحفه. هذه واحدة يا سيدي، وهي الأجل. فما الثانية؟ الثانية لي يا سيدي، ولكم الخيرة فيها. تعني المال؟ معاذ الله، بل خدمة الأمير وصاحبك. والله لو أمرني صاحبي نور الدين قبل هذا أن أقاتلكم عن المدينة حتى هلاكي وأهلي لفعلت ولم أبالي، ولكنه كما قلت يريد الإصلاح، وهذه مشورتي أيضا. فإذا كانت الخصومة بين دمشق وحلب قد انقضت بفضل الله ومنه، وتم الوفاق على مناجسة الفرنجة معا، فقد أذن لي أن أختار أين أقيم وأهلي. ودمشق حاضرة الشام وموئل العلم وقاعدة الرباط.
لا أراني قد ظفرت ببعلبكة وحدها، بل أعود بأمير حكيم نحتاج إلى رأيه وبأسه. نقطعك عندنا ونقدمك على عساكرنا، وعلى هذا نتعاهد، فهل من ثالثة؟ لا نزيد ولا ننقص. سمعت بجمال الدمشقيات ولكني لم أقدر أنهن بهذا الجمال. هيا أفسد أخلاق أخيك الصغير. وهل صار حب الجمال فسادا؟ وأين غض البصر؟ إنما هي النظرة الأولى. لو توقفنا عندك لأتبعتها بالثانية والثالثة والرابعة. هل تزعم أنك لم تنظر كما أنظر؟ على الأقل أداري أمام أخي الصغير. أخي الصغير لم يعد صغيرا. ماذا لو لم تكن متزوجاً وقد صار لك ولدان؟ انتظر حتى نرجع إلى البيت فأقص على زوجتك. بل أنا أقص عليها، وقد أبيح لنا من النساء أربع، وأحسبه في هذا الزمان واجباً. فنحن الآن في جهاد وبحاجة أن نكاثر الفرنجة. الله أكبر، ما أسرع ما جعلت حب النساء باباً من أبواب الجهاد. فإذا قام الصريخ ودع النفير ودقت الطبول والكاسات، خرج الناس إلى العدو بالسلاح، وخرج شاهنشاه إلى امرأة يتزوجها نكاية بالعدو. فإذا علم العدو بذلك انخلعت قلوبهم وارتدوا على أدبارهم خائبين. لم أرى صلاح الدين يضحك مثل هذا الضحك. لأنه ما رأى منك مثل هذا من قبل. بل هي دمشق. رأيت مثلهم في حلب، يخشاهم ذو السلطان ويحبهم الناس. ويجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل، نحو زيد قائم، أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ونهى الإسلام عن التنازع والاختلاف، فقال الله عز وجل في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.